ها يا بنات، ويلا بينا نعمل هير بيرفيوم جامد. زيت أرجان وعشر نقط من زيت الورد وعشر نقط من زيت الياسمين، وهنحط نص كوباية مية ورد. هنخلط المكونات دي مع بعض وهنحطهم في أي إزازة فاضية عندك. الله عليا الله عليا، جمدان يا جدعان، إبداع. عايزة أقول لكم ترطيب وريحة ونعومة ولمعان حلو قوي للشعر، تقدري تستخدميه على شعر جاف او مبلول وحلو قوي وبس. والله هيا يا بنات، ويلا بينا اقول لكم ازاي نعمل طريقة الحلاوة في البيت. 3 ارباع كوباية سكر وكوباية مية، وهنعصر نص ليمونة. هنحطها على نار متوسطة ونفضل نقلب لحد ما تبتدي تفور كده معانا. اول ما تبدأ تبتدي تفور نبدأ نركز معاها ونبدأ نختبرها كل شوية بايدينا، وخدي بالك عشان ما تتلسعيش او تتحرقي. اول ما تبتدي تلزق معاكي يبقى كده طابت، فهتبدأي تقفلي النار عليها وتصبيها في اي طبق وتستني عليها لحد ما تبرد شوية. بعد كده هتكون جاهزة معاكي للاستخدام. وباي باي وبس. والله غرور العظمة راكب مخها، شبتها كرهتها، ده كان غرور العظمة راكب مخها، رفعاني حالة، قال ايه ندمانة، بيفكر انا اخش ارد ده عندها، شبتها كرهتها، ده كان غرور العظمة راكب مخها، رفعاني حالة، قال ايه ندمانة، بيفكر انا اخش. هاي يا بنات، ويلا بينا نعمل تونر النعناع مع بعض. هنجيب ورق النعناع ونحطه في مية لمدة ساعة أو ساعتين ونغسله كويس جدا. بعد كده هنجيب صينية أو حلة ونحط طبق في النص، وناخد ورق النعناع بتاعنا ونوزعه حوالين الطبق كده. بعد كده هنجيب مية ونغطي يدوبك فوق ورق النعناع كده بشوية، وهنسيبه على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة. طبعا هنعكس الغطا ونحط فوق الغطا قطع تلج عشان يعمل توازن للحرارة وللبخار، ولما التلج بتاعنا يسيح هنشيل المية ونمسح الطبق تاني ونرجع نزود تلج مرة تانية. واللي في الطبق ده هو التونر اللي هنستخدمه على البشرة، هنفضيه في ازازة فاضية عندنا وبكده يكون جاهز للاستخدام وبس. والله